عسلامة الناس الكل. دوك برشا لقاو صعوبة في البروجي بتاع البيو انفورماتيك، سورتو في الاكتيفاسيون والانستالاسيون بتاع النورو سولوشنز ولي لوجيسيال الاخرين اللي عطاهم البروف. دونك حبيت نعمل فيديو ده ينجم يعاونكم في الانستالاسيون، سورتو في الكوتي تكنيك في البروجي بتاع البيو انفورماتيك. دونك هات نشوفوا مع بعضنا. دونك قبل كل شيء هو موجود في الدوسي في الديسكريبسيون تاع الفيديو. ياسبير دونك جوست تدخل الفيديو تاع الانفورماتيك. دونك هذا هو الفيديو، جوست تدخل هنا في الديسكريبسيون تلقاو الليام تاع التليشارجمون تاع اللي هو هذا تاع لي لوجيسيال الثلاثه تاع لوجيسترمون كل شيء. دونك جوست تكليكيو لهنا شيزكم الدوسي درايف نستنى شويه الكونيكسيون. لي فيشي موجودين في التروزيام اني لهنا لي لوجيسيال الثلاثه، هذا اللي تاع الكامتازيا، هذا الاس بي دي بي في تاع البيو انفورماتيك، وهذا نورو سولوشنز مع الكيغان ديجا معنا كراكي ليغل يخدم نورمالمون. باهي بعد نشوفو كيفاش لانستالاسيون الكل. بالنسبة للتليشارجمون هي تعمل كليك دروات وتليشارج وجوست تنزل ولا تنزل على البوطون هذا لهناك يبدا يتليشارجي وحدو كيما تشوفو لهنا. نعمل كومبريسيون ديجا معناها تليشارجيتهم الكل. نفس الفازة لهنا زادا في النورو سولوشن. وبالنسبة للكامتازيا ديجا خليت لكم في الفيشي هذايا اليان، تنزلوا على الفيشي تحل الفيشي تلقاو اليان وتلقاو لي دو سريال اللي تنجمو تسحقوهم في الواقع تسحقو سريال هكا أو ميمشيش اللول هذايا. دونك تلقاو هذايا معناها ريزيرف ينجم يكتيفي لكم لوجيسيال بعد بيان سور في الانستالاسيون تو نشوفو كيفاش. بون جوست كوبيو اليان هذايا وتحطوه في البروزر. دونك يهبط لكم طول الفيشي هذا كامتازيا. باهي جوست نستناو تيليشارج هذا توريكم الانستالاسيون تاع الكامتازيا كيفاش. دونك انا هبطت ديجا نورو سولوشن ولا اس بي دي في كيما شفتو في اليان هذا ديجا هذا مزوز هابطين وهذا اونكور ديجا نكملو نسجل الفيديو حتى لين يهبط. دونك بالنسبة لل شاب تزوز كومبريسي يلزمك لوجيسيال ويرار ولا وين زيب لويرار ولا ثما 7 زيب. يا تنصلي ويرار سهل جوست تكتب جوجل تيليشارجي ويرار تلقاه اللي ما عندوش في الأكثرية في لي سيستم ويندوز تلقاه موجود. باهي جوست نخرجوه من لحظة نعمل اكستراكسيون. دونك شنو نلقاو لي دو فيشي هاذوما، هذايا يكابتيه لونتي فيروس كاينو فيروس، مي راهو ماهوش فيروس راهو جوست كيغان باش يعملك لاكتيفاسيون نتاع النورو سولوشن لهنا. دونك لانستالاسيون تيبيكال عادية كيما أي انستالاسيون، نكست عادية معناها نورمالمون تنجمو تقدوها وحدكم معناها مش حاجة صعيبة هاذيا. ديما نكست كيما كاي وكاو. ديجا راني انستاليتو، انا جوست نوريكم الاكتيفاسيون نتاعو. لهنا منصوح انك ديزاكتيفي لونتي فيروس نتاعك باش ما يكبتيش يكون ان فيروس الكيغان هذا. باهي جوست لهنا في الاكتيفاسيون نتاع نورو سولوشنز الفيرسيون 6 اللي نحكيو عليها لهنا. دونك شكون لك اقترح عليك اقتراحات لهنا للديمو الكل بصفه عامه، انت جوست تعمل اكزيت وتجي لهنا للهلب وتعمل اكتيفيت ولا بار شوية سوفتوير. دونك شاتيك سيريال تكوبي تليكسوني تكوبي هنا لحظة بركة وجوست نحلو كيغان. السيريال اللي كوبيناه نحطوه لنا كولي. دونك هو شي عملنا ننزل على جينريت. دونك شاتينا لي سيريال نتاع الاكتيفاسيون. دونك جوست نهزو بالكعبة كوبي ونرجعو نكون لهنا اكتيفيت
عمله كله. هنرجع كوبي هيك كالعادة كله نورمالمون جوست نعملو اكتيفيت سي بون. قالك سوفتوير اكتيفيشن سكسسفول مريقل معناتها دونك نعملو دون جوست نثبتو ستاتيو نتاع اكتيفاسيون نورمالمون اكتيفي مريقل. ولهنا تو لو جيسيرك نورو سولوشن اكتيفي لا تستحق تبدل دات ولا تستحق تعمل حتى شيء جوست على اكتيفي يخدم معناها نورو سولوشن مريقل الجهاز اللي نستخدم بيه البروجي نتاع البيوانفورماتيك. دونك هذا كمان من نوع سكرو زاد هذا. دونك هذا بالنسبة للنورو سولوشن سي بون. قاعدة للاس بي دي في ما يستحقش اكتيفاسيون ديجا جوست نعمل اكستراكسيون عادية كيما عملنا الاول ونلقاو لي فيشي نتاع تاع الاس بي دي في نورمال. ديجا في الفيديو الاول نتاع اللي فيه هذا اللي كيف فيه موجود كيفاش نستعمل الاس بي دي في ديجا. دونك هو الكامتازيا فيرسيون 8 دونك الانستالاسيون دوبل كليك كيما هي انستالاسيون نستناو يخرج الكومبوننت بي كيما هي انستالاسيون نيكست I accept next. دونك لهنا باش نطلبك في الليسونس باش تختار اللايسونس اي هاف ا كي وترجع لنا للسريال وتهز كوبي كوبي. دونك في النيم تكتب هنا تروازا وتحط كنترول في في الكلافي كنترول في. دونك تعمل نيكست لهنا رد بالك تختار لايسنس نيكست نيكست. ايه لهنا الكمل الانستالاسيون دونك تعمل فينيش هذه اللي يكون نتاع لوجيسيال. دونك هذه لوجيسيال نتاع المونتاج. دونك انت كيفاش تعمل سكرين ريكورد انا كيفاش تسجل ليكرون نتاعك انا بسجل خدمتك وانت تخدم على نورو سولوشن ولا على سبي دي في. دونك تلوج على حاجه كامتازيا تكتب في الريسيرش كامتازيا ريكوردر كامتازيا ريكوردر كامتازيا ريكوردر تكليك عليه كامتازي ريكوردر هو اللي باش يسجل لك ليكرون. دونك هذه الانترفاس دونك تختار فول سكرين المستحسن باش تسجل ليكرون الكل كيما تشوفوا لهنا كيفاش الكادر نتاع التصوير كيفاش. دونك لهنا تختار الميكرو نتاعك تنجم تحطو اكتيفي ولا تعمل دو نوت ريكورد مايكروفون. بيان سور تنجم زاد تسجل السيستم اوديو يعني اي حاجة اوديو على البي سي تتسجل هذي بار ديفو ديما تلقاها موجودة. واذا تختار انت عندك الحرية يعني تحب تسجل الصوت نتاعك والا لا وتعمل ريكورد تعمل ريك. دونك يستنى يعطيك ان دو تروا ويبدا يريكوردي. دونك هو ديجا تو بدا يعمل في الريكورد بدا في الانجسترومون. دونك انت سيبوزون تو كملت الانجسترومون تعاود تنزل هنا في الايكون وتعمل ستوب باش تعمل ستوب شو يعطيك اللي سجلت الكل ديجا هاكا اللي سجلني ديجا سوري هاكا كيفاش تحركت. دونك تسجل تعمل سيف اند اديت. دونك انت بار اكزومبل تختار البيرو تسميها معرفش تسميها على البروجي تاعك سميها دو كابيور دو. دونك تعمل انريجستري تستنى شوية ويتحل اللوجيسيال هو هذايا بتاع كامتازي ستوديو 8 باش نوريكم كيفاش تعمل مونتاج صغير للفيديو وبعد تعمل بروديوسيها تخرجها كفيديو يعني شيربل يعني
تقدر تبارتاجيها مع بروفك مع أصحابك. دونك هذه الانترفاس نتاع الروتيل بعد ما يتحل. البار هذه هي اللي سجلته الكل كيفاش يبدا. ديجا شوفوا كيفاش نتحرك، تبعوا السوري هنا كيفاش تتحرك. دونك اللي سجلناه بكري مع بعضنا. دونك بعد ما تسجل، بعد ما تخرج اللوجيسيال، بعد ما تخرج الفيديو بتاعك، لازمك تخرجه اون فورما، يعني نجم بعد بوبلي مع بروف ولا مع اصحابك كما قلت. دونك هنا تمشي بروديوس اند شير، تكليكي تختار الفورما. هي هذه احسن فورما، امبيكات اونلي 720 بيكسل. دونك تختارها، تعمل سويفون. هذايا الشوما اللي باش تلقى عليه بعد لو ريجسترمون تاعك، تنجم تبدلو لهنا، تكليكي لهنا وتبدلو، والا جوست تمشي للشوما هذايا تلقاه معناها الفيديو كيفاش يخرج. دونك تسمي البروجي نتاعك، تسميه باغ اكزومبل انفورماتيك ولا اي حاجة. دونك بعد تعمل ترميني، يقعد الفيديو يعمل الريندرينج وتستناه على حسب طول الفيديو يقعد. دونك سي بون، كمل تعمل ترميني والفيديو نتاعك معناها نجم بعد بارتاجيه مع بروفك كما قلت، ولا تبعثه لبروفك وسي بون. ان شاء الله يكون الفيديو هذا يعاونكم وتستحقوا اي حاجه، تنجموا كونتاكتيني بار ميل والا هذا بار اكزومبل. ديجا الفيديو كيف انا تحل، ديجا انا كملت تحل هذا على البي ال سي. دونك كيما قلت لكم تنجموا كونتاكتيني. Ah, normalement. Et bon courage à tous.